الحمد لله ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم بنعمة الإسعاد. يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يا نفس، هذا الذي تأتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، إيش هذا؟ إيش يسمونه هذا؟ معالم الإسعاد مع الشيخ عبد الرحمن بعباد رحمه الله، يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.